زي ما انت شايف يا فاضل بيه، وضع البلد لا يسر عدو ولا حبيب، واحنا مش عارفين هترسى على ايه، والناس دول واضح انهم مش عايزين يسيبونا في حالنا. اي غلطه عملناها زمان سواء كانت مقصوده او غير مقصوده هيشنقونا عليها. مع الوزير انا عايزك تطمن خالص، البلد دي مازال برضو فيها ناس بتفهم، عارفه معاليك ومقدره قيمتك. سيادتك خبير عالمي، ليك اسمك وليك سمعتك في العالم كله. انا عايزك تعتبرني كاتم اسرارك، اي مشكله بتواجهك بعون الله هحلها. وده اللي شجعني ان انا اقعد معاك واتكلم معاك. فاضل بيه، الحقيقه انا مريت بورطه تسببت في مشكله كبيره قوي. احنا كنا في الوزاره مسؤولين عن تقييم اصول شركات القطاع العام اللي الحكومه ناويه تبيعها. يعني اصول الشركات دي فرص الاستثمار، الاعباء الفعليه اللي على الشركات دي. بس الحقيقه فاضل بيه ان التقييم ده ما كانش دايما بيبقى فير. معالي الوزير، الدنيا كلها فاهمه حواديت الخصاصه، ومفهوم طبعا ان كان في عمولات بتدفع. يعني لا 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 لا، هي مش عمولات بس، هي حاجات اكبر من كده بكتير. معالي الوزير، وبعدين يعني انا هساعد معاليك ازاي الا لو بقيت صريح معايا وكلمت كده بحريه؟ الحقيقه فاضل بيه ان انا كنت مسؤول عن دراسه جدوى لكتير من الشركات اللي كانت بتنزل اسهمها في البورصه، وكنت بقيم الشركات دي بخسف باسهمها الارض، وكان في صناديق استثمار كبيره مستنية عشان تشتري أسهم الشركات دي. إحنا عارفينها. كانت الصناديق دي بقى لما تنزل أسهم الشركات يبتدوا يشتروا ويعلوا السعر، يعلوا لغاية ما السعر يرتفع. فالناس بقى اللي كانوا عايزين يلعبوا في البورصة، المستثمرين الصغيرين، كانوا بيدخلوا يشتروا الأسهم دي ويرفعوا السعر، يرفعوا يرفعوا يرفعوا، لغاية ما السعر يبقى 10 أضعاف القيمة الفعلية. في اللحظة دي الصناديق اللي اشترت تبيع الأسهم وتكسب مليارات. حاجة كده يعني يا فاضل بيه زي شركات توظيف الأموال زمان. لا بس انتوا بصراحة كنتوا أشهر كتير من بتوع توظيف الأموال دول. دول كانوا جلاليه ودون، إنما انتوا بقى إيه؟ عملتوا اشي منتدى ديفيس، اشي مؤتمرات في شهر، مشاهد حركات جامدة قوي، مش كده؟ عندك حق. معالي الوزير، أنا لغاية دلوقتي برضو مش قادر أفهم المشكلة كانت فين بالظبط. المشكلة يا فاضل بيه إن أنا كنت شريك في الدرة في صندوق من الصناديق دي. ودي في حد ذاتها كانت جريمة اقتصادية وقانونية، لأنه مش معقول أنا بحدد سعر السهم وأنا ضارب عليه في البورصة. بس دي مش مشكلة. أنا كنت متداري ومفيش أي حد يعرف عني أي حاجة، لغاية ما حصل مصيبة سودة. إيه بقى اللي حصل؟ مباحث المصنفات جالها بلاغ في الشركة اللي بتدور الصندوق إنها بتستخدم برامج كمبيوتر مضروبة. فهجمت الشركة وتحفظت على الأجهزة والملفات اللي فيها طبعًا إن أنا شريك في الشركة دي. والموضوع اتحفظ وما حصلش فيه أي حاجة، وخلص على إنه بلاغ في أجهزة كمبيوتر مضروبة. بس بقى هم احتفظوا بالملفات والأجهزة اللي بتثبت تورطي علشان يستخدموها وقت اللزوم. يعني لو عايزين يأدبوني يقدموه. مفهوم مفهوم. طبعا يا فاضل بيه، في الظروف اللي فيها البلد دي ممكن أي حاجة تحصل. طبعا. أنا بقى سألت اللواء علي، قلت له إذا كان يعرف حد في مباحث المصنفات، قال لي آه يعرف، بس أنا ما حكيتلوش أي حاجة، قلت الأول أستشيرك إذا كان ممكن أنت تساعدني وتخدمني وتشوف لي أي حد يجيب لي الحاجات دي، أكون متشكر جدا جدا يا فاضل بيه. تمام. طيب أول حاجة هنعملها، اولا صلي بينا على النبي معاليك عليه الصلاه والسلام. احنا طبعا هنتبع الحديث الشريف
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. بالكتمان معاليك حكت لي تمام، يبقى معاليك مش هتحكي الجنس مخلوق ولا اللواء علي ولا غير اللواء علي. اصبر لي فرصه صغيره كده ان انا اتصرف، وبعد كده انا بس محتاج دلوقتي منك لو شويه معلومات حوالين جاهزه تمام. دي معلومات عن كل الاجهزه والملفات اللي في ارشيف المصنفات الفنيه، وعندك عناوين مواقع انترنت عليها كل اسماء الشركات اللي اتباعت وتداول اسهمها في البورصه. عظيم، يومين وهرجع لمعاليك على طول. تمام، اشكرك. تلاش استاذن حضرتك. اشكرك. لا لا عشان خاطري، عشان خاطري. اتفضل اتفضل اتفضل. قهوه معاليك ايه بقى؟ لا مفيش داعي. قهوه معاليك ايه؟ ساده فن حالا تيجي. شكرا. اتفضل. الف شكر. هطلع انا صح زي كل مره وهتشوف. يا سلام يا شعب. بقول لك اكلمك بكره الصبح. يلا بقى. ايه مش هتعرف تقابلها الليله دي؟ انا نفسي افهم انت ليه ما بتحبش تتكلم معايا. ميار انا دماغي مدووشه وفيها مليون حاجه، فبطلي لو سمحتي زن. انت بتعملني كده ليه؟ طب لو انت ما بتحبنيش متجوزني ليه اصلا؟ يا بنتي بقول لك بطلي زن، بطلي الزن اللي انت فيه ده. ايوه زعق، كل ما اجي اتكلم معاك تزعق. لما بتبقى قاعد تتكلم مع الست هانم بتاعتك برضه بتزعق لها؟ عارفه لو جبت سيره موضوع تاني مش هيحصل لك كويس. بجد انا زهقت. ايه مالك يا معير؟ في ايه؟ والله كده كتير يا شروت، ده حتى مش عايز يتكلم معايا. معلش يا حبيبتي، اهدي كده وروقي. يلا اطلعي جهزي نفسك، عايزين نخرج مع بعض النهارده. مش معقول يا كريم، عارف انا لو مكان مراتك كان زماني ولعت فيك يا اخي. شروات انا بجد في مصيبه وعندي بلاوي كتير ومش قادره اتكلم في الموضوع ده. ما انتش لوحدك، كلنا في نفس المصيبه. وبعدين ما انت بتعرف تخرج وتنبسط وتتكلم مع الاموره، اتكلم مع مراتك شويه يا كريم. شوشو انت بالذات عارفاني اكتر من اي حد، فاكيد مش هتعيدي وتزيدي في نفس الموضوع. حاضر، هقفل الموضوع بس خليك قاعد مكانك لغايه ما مراتك تنزل. اتفقت مع وفاء نخرج نشرب حاجه مع بعض. ماشي. فوق. دكتور عمر الديواني ده من الناس المحترمين جدا، راجل مهذب عالم. صحيح صحيح. انا بصراحه النظام القديم ده فيه ناس عايزه الحرق، كله مصايب. انما الناس اللي زي عمر الديواني دول ناس يتبك عليهم بجد. والله عندك حق يا باشا. انا اعرفه قبل ما يكون وزير. لا والله. ايوه كان بيجي لنا الداخليه هناك وكان بيدي محاضرات وتدريب وكده. انا بس مش فاهم ايه المشكله اللي عنده وقلقاه قوي قوي اليومين دول. ما قالكش هو الحكايه بتاعت المصنفات الفنيه دي والمباحث والملفات بتاعته والحاجات دي؟ المصنفات لا الحقيقه ما جابليش اي سيره. انا بصراحه ما فهمتش هو كان عايز ايه بالظبط، عمال يجيب كلمه من الشرق وكلمه من الغرب. حسيته ملخبط كده في كلامه وفي افكاره وعلى وشه ابتسامه بلاده عجيبه. مسكين، على العموم انا هبقى اقعد معاه بعد كده في الليل. واضح قوي ان المشكله اللي عنده كبيره جدا. والله يا باشا القلق اللي في البلد مخلي كل الناس متوتره. عندك حق فاضل بيه. سيبك خلينا احنا في شغلنا، انا عايزك تتابع العقيد مصطفى وشوف المرشدين دي هي مفتاحنا. انا كلمته قال لي ان هو هيجهزهم بعد يومين. انا عارف كويس قوي ان كل حاجه دلوقتي ما بقتش تحت ايده، خصوصا ان هو بره الخدمه. انا بقول يعني نديله يومين كده وبعد كده نتصل بيه مش بس راكبين فوق نفسه وكده. هنديله يوم واحد يا باشا بعد اذنك، واذا هو ما اتصلش سعادتك مشكورا هتتصل بيه ان شاء الله. هقول لك بص، هو احنا كده كده لازم نروح المديريه علشان نشوف اذا كانوا قبضوا على حد من اللي هربوا. بص خلينا الاول نستنى يجيب لنا الكشوف وبعدين نعمل مشوار المديريه ده. ماشي ماشي. المهم طمني، الحاجه مرفت عامله ايه؟ لا الحمد لله مبسوطه جدا. صحيح. هو بس مش قلقها الا الموضوع بتاعنا ده. والله يا باشا ان جيت للحق انتوا الاثنين لازم تخلصوا من بعض. انا اسف يا باشا، انا اسف والله ما بنام. عارف والله والله ما بنام. مقدر ده مقدر ده. انا اسف يا باشا، انا قصدي سعادتك والحاجه يعني لازم تخلصوا من القلق ده. صح نفسكم شويه. صح.
انا هقول لك برضو يا باشا انت قائد كبير. مظبوط سعاده الباشا. سيادتك ما فكرتش قبل كده تعمل تمارين يوجا؟ يوجا؟ وبعدين ما ينفعش نهار كله نقعد مع بعض تتخانق. فوفا تعالي. هلو يا شاري. بون سوار يا حبيبتي. اتأخرنا عليكي؟ لا لا خالص. طبعا انت عارفه كريم. طبعا هلو يا كريم ازيك؟ ازيك يا فندم عامله ايه؟ الحمد لله. ميار مراتي. اهلا يا ميار اتفضل. امال فين جوزك؟ جاي على طول. طمني اخبار البرنامج ايه؟ ما عندكش فكره عن ايه اللي ممكن يحصل؟ والله يا وفاء ما فيش اي حد عارف ايه اللي ممكن يحصل. هو الوزير فعلا مشي؟ مشي مع الرئيس. ترمي ولا بتنشيني بس؟ ما بعرفش العبها اصلا. طيب يا بسيطة قوي. شايف الخط ده؟ اه. حضرتك هتحطي رجلك الشولة، تحطي بقى رجلك الشمال بالظبط كده. هتعملي عكس اللي انا بعمله بالظبط. هتقفلي بقى عينك التانية مش اللي على ايدك. هترمي بدي بس، مش محتاج ايدك كلها. تاخدي نفس كويس. تقفلي عينك التانية. يلا. كرم؟ جرب نفس كويس بس وتركيز كده. معلش غلط اول مره. اتفضلي جرب تاني. طبعا. لا بصي احنا نرجع نفسنا لورا. بصوت معايا بقى. يلا كمان واحده. اوف. علشان رميتي دي بقى بثقه زياده عن اللزوم. بصي بتعملي ايه هنا؟ بلعب. طب يلا كفايه. لا مش كفايه عايزه العب. بقول لك يلا كفايه. لا مش يلا. كانت اوحيني يلا. راح يا كريم. مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا مش فاهمه ماله في ايه؟ فيها ايه لما اسلي نفسي شويه بدل ما اقعد هنا كطاء؟ مش فاهمه ماله؟ ما ينفعش برضه تعلي صوتك. بعد اذنك. اتفضلي. انا هروح كمان. كريم. ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ استاذ شريف ازيك؟ وحشتي. انت فين؟ اهلا اهلا. فاضل بيه؟ ايه الصدف الجميله دي؟ ازيك يا باشا؟ اعرفك كريم بيه. ده كلام برضه. تعرفني على الاستاذ كريم البيلي. ده راجل وشه كارنيه. فاضل بيها بالروس. تعرفنا قبل كده. اهلا وسهلا. اهلا بعد اذنك. اتفضل. حبيبي تعالى معانا شويه. ربنا يخليك. ميرسي مره ثانيه. يلا سهرة سعيدة. شكرا. عمر حضرتك في ويسكي؟ في طبعا. في اول بار، في تشيفرز، في بلو ليبل، في فانتر. طيب اديني كاس كونياك مبطل ويسكي اصلا. ولو طلبت منك بعدها كاس تاني ما تتهنيش. هو اللي بيشتغل في جهاز يديه اليومين دول بقى فاضي يجي مريان الغردقه ويلعب دوارتس وكمان يتفسح ولا ايه؟ ومين قال لك بس ان هو جاي يتفسح؟ يتفسح ايه يا عم كريم بس؟ انت مش شايف الحاله هنا عامله ازاي؟ والله عندك حق يا شيخ. ما هي كل الناس اللي معاها فلوس وتقدر تطلع بره البلد جت على هنا. طب انا بجد اتخنقت من المكان ده، ممكن نروح مكان تاني بليز؟ متقلقش يا كريم. على فكره الراجل ده كويس، وكمان صاحب معتز الفيومي من ايام المدرسه، يعني لو احتاج نفسه كلنا يقدر يخدمنا. الست هانم فين؟ في الفستير. مش هتطلب حاجه بقى نشربها ولا ايه؟ وبعدين يا ابو السيد؟ بس يا باشا، قمت وسبت طوالي واديته خبر ان انا هقابله بكره. بس يا باشا انا قلبي مش مطمن، يعني حاسس كده ان انا لما اروح اقابله برجليا هلاقي البوليس قاعد مستنيني. لا انت مش هتروح تقابله. امسك. انت هتكلمه في التليفون. رجب هيبقى قاعد على القهوه بيراقب. لقى الدنيا امان هيتصل بيك وهيقول لك اتفضل تعالى. هتروح وهتشوف هيوديك على فين. ما تقلقش خالص، ما تقلقش. رجب هيبقى قاطركم وانا وراه. تمام يا باشا.
طب لمؤاخذة لما انا اروح اقابل الشيخ حسام اقول له ايه؟ هتقول له انه وحشك واخد بالك؟ وهتقول له انك عايزه في شغل. الكلام هيجيب بعضه فاهمني؟ هتقول له عني وهتطمنه على امانه وعلى حقه، وفي الحالة دي يا عم يستحق الواجب اللي هيطلع منك ليه؟ فاهمني؟ ها؟ طبعا يا باشا تمام. بعد كده هتقول له ان انا عايز اقابله، هتسيب له رقم تليفونك وهتقول له مستنيك على احر من الامر. بس كده يا باشا؟ لا مش بس كده، هتساله على محمود فرغلي. هرب ولا لا؟ عايش ازاي؟ ما هو كمان وحشك. طبعا يا باشا. فهمت ايه المطلوب؟ طبعا يا باشا فهمت، محسوبك سيد القط يفهمها وهي طايره. وده العشم برضه. نشوف بقى سيد القط الاسبوع الجاي هيعمل ايه وفين مهاراته. رقبت يا باشا. مشوار كده صغير لحد مصر. ليه يا باشا؟ انا ما صدقت ان انا اتكنيت هنا ومحدش عارفني. ما اجيبلكش بالمره شاليه على المارينا عم سيد. يا جدع مشوار يحتاج سيد القط. تمام يا باشا. بس ايه الشغلانه دي؟ شغلانه مع مباحث المصنفات. ليه يا باشا؟ هرجع تاني لشغل المباحث؟ لا المره دي انت مش هتشتغل معاهم، المره دي انت هتشتغل عليهم. سيبني بقى مخمخ فيها شويه وهبقى اقول لك. طيب انا هنزل دلوقتي، رجب هيبقى يكلمك ويظبط معاك. سلام. على السلامه يا باشا. الفلوس دي هتروح له. طبعا يا باشا. طمن يا باشا. مع سلامة الله. ولا دي فرصة سعيدة أنا شفتك يا سمير بيه. وأنت كمان يا سعادة الباشا. وأخبار الشغل إيه؟ شغل إيه يا راجل؟ وفي شغل الأيام دي؟ على رأيك البلد ما عادش فيها شغل خالص. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. في حجز باسمي عند حضرتك. شرف باسم حضرتك؟ محمود الطويل. الله. محمود بيه. أهلا. إزي حضرتك؟ إزيك يا سامح باشا؟ إزي حالك؟ إزيك يا دكتور؟ أهلا سامح باشا. صباح الخير يا فندم. ده الحبايب كلها منوره اهو. منوره بوجودك. ربنا يخليك. طب اتفضل نشرب القهوه في مكتبي. قوي قوي اتفضل. بعد اذنكم. اتفضل بعد اذنكم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. لو سمحت عايز اقوله قبل مده اسبوعين. اتشرف باسم حضرتك. دكتور سمير ويليام. اتفضل يا محمود بيه. قول لي بقى يا سيدي، ايه هو الموضوع اللي مستعجل جدا ده؟ ولا عندي اي فكره. كل اللي اعرفه ان عمي ناوي يستقر هنا، وكان عايز حضرتك عشان يخلص معاك شويه اوراق. ماشي. عموما هو قال لي كلمه لما حضرتك توصل. طيب اتفضل. الو يا انكل، ايه الاخبار؟ محمود لسه واصل اهو. طيب يا سامح انا جاي لكم. لا 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 خليه يستريح، انا جاي في السكه. مع السلامه. كنت بتقول لي امبارح انك عايز تعزم الناس اللي هنا. مظبوط. طب احنا ممكن نعمل ده بعد بكره او بعد كده في اي يوم تحبه. يبقى بعد بكره كويس، عشان انا هكلم الناس واعزمهم. انت في حد عندك عايزه تعزميه؟ انا ما اعرفش حد هنا. طيب انا همشي، عايز مني حاجه؟ بالسلامه. باي باي. السلام. دكتور سمير. شهير باشا ازيك؟ يا اهلا وسهلا. ايه مشاريع جديده في مارينا الغردقه؟ مشاريع ايه يا راجل؟ ما خلاص خربت. لا 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 هنلاقي لها حل. المهم لازم نقعد مع بعض شويه. انت نازل هنا؟ ايوه. كويس قوي، انا هتصل بيك علشان نحدد ميعاد، بس هستاذنك دلوقتي عشان عندي ميعاد مع المحامي. لا اتفضل. سلام. اشوفك بعدين. مع السلامه. ان شاء الله. سلام. البحر ايه؟ تحفة. حاسة بيه بقى وانت في وسط المايه كده ومفيش أي مخلوق ولا صريخ ابن يومين حوالينا؟ حاسة إني مبسوطة قوي. يعني مش خايفة؟ لا. بخاف من ايه؟
مني مثلا. انت ما تخوفش. هو انت ناوي تخوفني ولا ايه؟ على حسب. على حسب ايه؟ تسيبني ابوسك ولا لا؟ انا ست متجوزه، انا بخرج معاك بس عشان حاسه ان احنا ينفع نبقى اصحاب. اصحابه بس. انا عايزك تريح النهارده ومن بكره تبص على كل الورق، سواء اللي موجود هنا او اللي في المارينا، وبعدين هنقعد مع بعض قاعده علشان نعمل العقود ونكتب كل حاجه من اول وجديد. بس الاوراق دي كلها موجوده هنا؟ كل اللي هتحتاجه هتلاقي سامح بيجهزه لك. من بكره هيتعمل لك مكتب هنا فيه كل اللي هتحتاجه. على خيره الله بيه. على فكره انا بعد بكره عامل عزومه عشاء عندي ولازم تبقى موجود. ده شرف عظيم يا باشا. بس العزومه دي لمين؟ فيها شويه ناس من المهمين اللي جم المارينا اليومين دول. زعلت مني ولا ايه؟ ابدا. وانا هزعل منك ليه دلوقتي؟ بس صدقتك، خدعوني قلبي وعنيا، واللي انكتب جواه فقلبي. اتاريلي غيري مش ليا، اتاريلي غيري مش ليا، مش ليا. فاضل؟ لا لا سيبيني عايش بقى. ايه الغلاسه دي؟ طب اسمعني. نعم. هتسمعني؟ ايوه. وهتركز؟ اه. طيب بص يا سيدي، انا دلوقتي يعني بدور على صديق، حد ينفع افضفض له، احكي له عن حياتي، عن مشاكلي، عن علاقتي بجوزي والقلق اللي انا عايشه فيه. فلما تيجي تقولي عايزه ابوسك، يبقى احنا مش هينفع خالص نبقى اصحاب ولا اعرف احكي لك حاجه من ده. فهمتني؟ جدا. انسي اي حاجه انا قلتها بجد. خلاص اعتبريني من اللحظه دي صديق. لا صديق ايه، اعتبريني اختك. يلا احكي بقى. بشرط. اشرطي يا ستي. مش هتفتح السيره دي تاني. خلاص بقول لك اختك ايه، بس ده ما يمنعش اللي انا حاسه جوايا. انما بهزر معاكي. خلاص بقى قلت لك صديق. شيك هانز بس. انسي خلاص. يلا احكي لي. عن ايه بالظبط؟ احكي عن القلق اللي جواكي، عن مشاعرك ناحيه جوزك. احكي. انا متلخبطه، مشاعري متلخبطه، مش عارفه اذا كنت بحبه ولا بكرهه. يعني ايه مش عارفه اذا كنت بحبه ولا بكرهه؟ لا اكيد عارفه طبعا. طب هشرح لك. انا مش عارفه اذا كان هو اصلا بيحبني. انا بالنسبه لشهير مش حد مهم، يعني اتجوزني كده يتعايق بيا قدام الناس، ممثلة ونجمة سينما، حاجة حلوة كده يفرجها للضيوف. طب هو ينفع برضه انك تبقي حاسة كده وتبقي مش عارفة اذا كنت بتحبيه ولا لا؟ ينفع. اصل الحب يعني مش حاجة سهلة تتفسر او تتشرح او كده يعني. لا ممكن طبعا الواحد يشرحها اذا كان بيحب ولا لا، بس ده لو عايز. انت مش بتقولي كل حاجه، انت جواك قلق من نوع تاني. انا من براحتك، اما تثقي فيا اكتر من كده ابعدي. يبقى خلينا نروح. يلا نروح، انا كمان زهقت منك اساسا. يلا. واللي انكتب جواه في قلبي اتاريلي غيري مش ليا. جاهز يا جميل؟
سامح. ايوه. عايزك تجهز مكتب لمحمود بيه وتوفر له كل الورق اللي هو عايزه. حاضر. انا هعمل عزومه عشاء عندي بعد بكره. عايزك تعزم كل الناس المهمين هنا في المارينا. يعني كريم البيلي وعيلته، معتز الفيومي، الدكتور سمير ويليام، وطبعا دكتور عمر. هو فين صحيح؟ لسه شايفه حالا داخل الجنينه. طيب انا هروح. عموما يا معالي الوزير، انا تحت امرك. اي مشكله تقابلها اعتبرها منتهى. شكرا جدا يا سياده الليوم. وفي اي وقت بقى عاوز تكلمني بخصوص المصنفات الفنيه ومباحث حاجات دي تكلمني، محلوله محلوله. هيحصل ان شاء الله. الله، ده شهير بيه اهو. اهلا يا شهير بيه. ازيك يا دكتور؟ الله يخليك. شهير بيه من روسيا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. سياده اللواء علي عبد السلام، مساعد وزير الداخليه سابقا طبعا زي حالتنا كلها. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل سعادتك استريح. ميرسي جدا. اتفضل يا شهير بيه. لا لازم اتحرك دلوقتي حالا. انا سعيد بلقائك يا سياده اللواء. يا ترى سعادتك هنا في المارينا لوحدك؟ لا، انا والحاجه طبعا. طيب، انا كنت جاي للدكتور عمر علشان اعزمه على العشاء عندي بعد بكره في الفيلا بتاعتي هنا. يا ريت سعادتك تشرفني انت والحاجه. يزيدنا شرف يا فندم. يزيدنا شرف. طيب يا فندم، ما تنساش عمر ان شاء الله يا فندم. خلاص، عن اذنكم. اتفضل. اتفضل يا فندم. انت عارفه يا بنتي الهام، من كتر السواد اللي جواكي بقيتي شبه الست اللي في الصوره دي. طيب ها، اجيبها بقى يمين ولا شمال؟ ياخدي اي حاجه. انت عارفه المدام بتتعفرت لما بشوفها معوجه. طب ما تتعفرت ولا تتامدل حتى، اشمعنى الصوره يعني اللي عايزاها عادي؟ ما كل حاجه يا اختي في البيت ده معوجه. بقول لك ايه، شفتيها وهي بتناديه مروه هديلي الشطه بتاعتي؟ هو انتوا الاثنين مش ناويين تبطلوا مرقعه وقرف وقله ادب؟ مرقعه ايه حضرتك؟ مش عارفه مرقعه ايه يا حبيبتي. ايه ما تنطقي ولا تخرستي انت كمان؟ هو في ايه يا مدام؟ في ان انتوا الاثنين واقفين طول اليوم مش على بعضكم، وطالعين نازلين تتمسخروا وتتميسوا، وعاملين لي فيها هوانم ولا كانكم اثنين خدامات، وانا بقى هبطلكم الاسلوب الوسخ ده. يا مدام ما يصحش تقول لنا كلام زي ده. تعالي علميني اللي يصح واللي ما يصحش. طب والنعمه الشريفه يا مدام؟ انا ما كنتش اقصد. لا تقصدي يا حبه عيني، وانا بقى اللي بقول لك، والنعمه الشريفه لو ما تعدلت انت وهي لا همسح بكرامتكم الارض وارجعكم مصر ماشيين حافيين. يلا خوني من خليك انت وهي. حاجة تقرف. لازم يبصم على الكلام، لازم ما يفكرش مرتين. أهم حاجة إن عينه ما تزخش من عينك لحظة واحدة. مالك؟ أنا مش فاهم أنت متحير ليه. أقولك اديله الوش ده. بس يعني حط عليه شوية باشن. لا، حاجة بين الاتنين يعني. أهم حاجة الدخلة اللي رادي متستفة وعال العال. احنا بس ناخده في مقلب حرامية. انا قلتلك اللي فيها وانت حر. عاوزك وحش، عاوزك مالي مركزك. يا عم ما تقلقش، احنا اجدع ناس نبيع كلام. هو في اجدع من الكلام عشان يتباع؟ أنا قلت لك على اللي فيها. يلا يلا بينا بينا. فكرتني
اوعى مرة تانية اشوفك بتريل على المرة على مسخرك. يلا خلي بالك من نفسك. سلام 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 سلام. بصراحة فاضل اخويا انا احترت واحتار ليلي معاك. ايه احتار ليلي معاك؟ ما تغنم ام كلثوم احسن. ما انت يا عم عملت مرجع فيها يمين وشمال وانا مش فاهم حاجة. شوية وتقول لي بلاش غسيل اموال ده خطر. وبعد كده جاي تقول لي لا دي حاجة سهلة قوي، احنا ممكن نعملها على اليخت واحنا بنلعب في اللابتوب. ودلوقتي جاي تقول لا انا خايف لا تكون مش قده. فهمني بقى ايه الحكاية؟ يا ابني انا خايف عليك. يا سيدي ما تخافش انا هديها وقدود بس انت قول. خلاص امر لله. سمعت عن مناجم الذهب اللي موجودة في مصر؟ طبعا. مين ما سمعش عنها؟ اللي الفراعنة توشوا عليها. فراعنة ايه بس؟ انت بتصدق الكلام الفارغ ده؟ مصر فيها ثلاث مناجم ذهب كبيرة كلهم موجودين هنا في البحر الأحمر. واحد في جبل السكري، والتاني في مناطق حمش، والتالت في وادي العلاج. بتاع جبل السكري ده واحد من أكبر 10 مناجم ذهب في العالم، تاني أكبر احتياطي في العالم كله. يا دين النبي، تاني أكبر احتياطي في العالم. طب هنشتريه ازاي؟ لا ده مش هنشتريه، ده اوريدي في تعاقد بالحكومة واحنا من الشركات عشان تنقب عن الذهب فيه. حلو قوي، نشتري احنا الشركة دي؟ يا ابني اسمع المفيد بقى، ما تتعبش قلبي. قول. المناجم دي كانت مخفية، محدش يسمع عنها حاجة. كان فيها ذهب زمان وخلص من يجي 80 سنة. من 10 15 سنة رجعوا يدوروا بطرق حديثة طبعا، فاكتشفوا ان اللي خلص ده هو اللي كان على الوش بس. انما جوه بطن الجبل الهنا كله. فهمتك يا ابني. ايه يا فاضل حبيب قلبي؟ انا فهمتك، انت عايزنا ننزل البحر ونعمل خرم في الارض وبعدين نعمل نفق يطلعنا في بطن الجبل كله بالذهب اللي هناك كله من غير ما حد يدرى. صح يا ريس؟ شربت كام كاس؟ اتنين. امال ابتديت اهبل ليه؟ اهبل ليه بس؟ بحر ايه وخرب ايه اللي هنعمله يا بيزو؟ ما تركز معايا شويه يا اخي. هم دوروا في ثلاث منجم بس، تمام؟ في غيرهم بقى 120 منجم مهجورين. يخرب بيتهم 120 منجم مهجورين؟ دول عارضين الواحد بكام دول؟ انت هتتعب قلبي معاك يا عم. اتعب قلبك ليه؟ ما انا اخر صحصحه اهو وفوقان. تعالى يا ابني شيل الزفت ده وهات لي قهوه ساده برميل. مبسوط يا سيدي؟ قول. بص يا ميزو، اولا التنقيب عن الذهب ده مش موضوع سهل، ثانيا وده الاهم، مين دلوقتي فايق يعمل لك هو التنقيب عن الذهب؟ اصحى معايا. طب ما هنعمل ايه؟ قلت لي هنعمل ايه؟ اولا هعمل لك عقد بتاريخ قديم لتاسيس شركه للتنقيب عن الذهب، تمام؟ ثانيا هعمل لك عقد قديم برضه بين الشركة دي وبين هيئة الثروة المعدنية للتنقيب عن الذهب في واحد من المناجم دي. تمام، والعقود دي بقى كده وكده. ايوه كده وكده طبعا، بس مش اي كده وكده. في جو الفكاكان اللي احنا عايشينه دلوقتي ده هظبطها لك 100 100. 100 100. وهنعمل ايه بقى بالعقود ديت؟ هنغسل بيها فلوسنا. ما هي دي يا ابني الوهم اللي هنبيعه وهنشتريه. حبيب قلبي. تمام. الحقيقه صح، الحل لو فضل على كده الواحد لازم يهج من البلد دي. على فكره احنا لنا صديق شغال في الجهه السياديه اقترح اننا نفضل موجودين لاننا اكيد هنلاقي سكه. على فكره انت تعرف دكتور سمير فاضل بيه؟ فاضل بيه؟ فاضل ابو الروس. فاضل ابو الروس بيشتغل في جهه سياديه. مش انت برضه اللي دخلته لروه؟ ايوه انا خدت معاه المكان مرتين ثلاثه وعرفته على المكان، بس ما اعرفش حكايه جهه سياديه دي. ما انت تعرفت عليه ازاي؟ فاضل بيشتغل في استيراد مواد البناء وعنده توكيلات عالميه. تعرفنا على بعض في نادي الجزيره وعملنا مع بعض عمليتين ثلاثه كبار، بس بصراحه بعد كده قطعت معاه. طب ليه؟ حضرتك بقى بتقول ان هو صاحبك ومش عايز اذم فيه، بس هو شخصيا ما عمليش اي حاجه، لكن عرفني ورطني مع ناس ولا عصابات النفق. يا ساتر، ورطه ايه دي؟ عرفني على شركه ايطالي بتصنع مواد البناء على اساسها بقى الوكيل بتاعهم هنا في القاهره. المهم شوفهم في الاول، تقول يا ما هنا ما هناك.
تعاقدت معاهم وقالتني ما عملت كده. نصبين عليا لحد النهارده في 15 مليون دولار وعاملين زي الزيبق، لا تعرف تمسكهم ولا لهم ماسكه. انت ما كلمتش فاضل ليه يتصرف معاهم؟ مش هم ما عرفتوا برضه؟ قلت له، قال لي هو كمان متورط معاهم مش عارف يتصرف. بعد كده بصراحه قطعت معاه لما لقيت ما فيش منه فايده. غريب قوي.